السيد المفتي العام اللي كان ناخذ وتاخذ الصوره حتى لافونداسيون سي زهير سي اسلام سي محمد سهاد مدام العزيز مدام العزيز راجل متخافع ثاني راه فيه الناس كنجيو متخافع في الوزاره في لافونداسيون سيدة ليلى كذلك سيدة ليلى انت معهم كذلك لا لا نشكرهم راه مثلا انت طاح حليمة بن رمضان هاد الناس كلهم هما من بين أستاذة مريم كريم أستاذة اللغة العربية توجت هذا اليوم في هذا الحفل بجائزة أستاذ السنة. حقيقة هذا التوج هو لجميع الأطر التربوية التي تسهر على تعليم التلاميذ وتلقينهم المهارات الأساسية في العملية التعليمية التعلمية، وأتوجه بالشكر لجميع الصاهرين على نجاح هذه التظاهرة القيمة. كوثر سامي أستاذة مشرفة على قاعة الموارد للتأهيل والدعم بمدرسة محمد بن حسن الوزاني مديرية وزان جهة طنجة سطوال الحسيمة، فائزة بالمرتبة الأولى بجائزة أستاذ السنة فئة التربية الدامجة. أولا وقبل كل شيء كنشكر اللجنة المنظمة المسابقة على تتويج الأساتذة وعلى تتمين العمل ديالهم وعلى أنهم كيدفعوا بهم الأمام وكيخليهم يعني يخدموا أكثر وأكثر. بالنسبة للمشروع ديالي هو مشروع حول القراءة، القراءة الميسرة للجميع، يعني هي واحد الطريقة اللي كتخلي أن التلاميذ أنهم يتمكنوا أنهم يتخطاوا الصعوبات القرائية أو عسر القراءة بطريقة سهلة وميسرة. مجموعة من الملفات كتضمن أنشطة اللي كتعتمد على استراتيجيات وعلى علوم اللي هي متباتة، بحال مثلا تحليل سلوك تطبيقي، علم النفس العصبي المعرفي، اللي غتساعد الاطفال انهم يتخطاو عسر القراءه الفونولوجي وعسر القراءه البصري الانتباهي وحتى الصعوبات القرائيه اللي كنعرفوا عاديه اللي ناتجه عن التعثرات بطريقه اللي هي ميسره معتمده على 5 ديال المراحل وملفات اللي كتمكن التلاميذ انهم يخدموا باستقلاليه تامه، ما يبقاش يعني الاستاذ ضروري تكون كاينه لاسيستونس ديالو. الحمد لله المشروع عطى نتائج جد جيده وصالح لجميع يعني الاعاقات بدون استثناء. هو مشروع يمكن تطبيقه على ارض الواقع وفي الاقسام وفي جميع يعني جميع فئات. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.